استعادت الممثلة ريز ويزرسبون للمشاركة في الأعمال الكوميدية مرة أخرى من خلال بطولتها لفيلم هوم أجين، واللي بتدور أحداثه حول سيدة تقع في حب رجل أصغر منها سناً. يشارك في بطولة الفيلم مايكل تشين ونات وولف وليك بيل، ومن إخراج هالي مايرز، ومن المتوقع طرحه في دور العرض السينمائي في سبتمبر القادم.